تصعيد احتلالي خطير، اغتيال أحمد نصر جرار في اليمون واستشهاد شاب وإصابة العشرات في نابلس. وأيضا السيد الرئيس يصرح خلال احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامي لعام 2018: نحن أصحاب القرار وقلمنا فقط هو الذي وقع. بهذه العناوين تصدرت الصحف الثلاث لهذا اليوم الأربعاء 7 من شباط، فأهلا بكم في جولة موسعة جديدة في ثنايا الصحف المحلية والعربية لإبراز أهم العناوين والمقالات في برنامجكم متن الخبر، لأقربكم أكثر إلى الحدث وعالم الصحافة المكتوبة. ونبدأ مشوارنا مع صحيفة الحياة الجديدة ومن أهم العناوين لهذا اليوم. كلمة السيد الرئيس محمود عباس خلال احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامي لعام 2018: القدس عاصمة الشباب المسلم والمسيحي، ولم نرفض أبدا أي دعوة للمفاوضات، ومستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات. ما فائدة الشرعية الدولية والأمم المتحدة ما دامت إسرائيل فوق القانون ومدعومة من الآخرين؟ وفي أسفل هذا الخبر كتبت صحيفة الحياة: مجلس الوزراء يقرر بدء الإعداد لخطوات فك الارتباط مع الاحتلال. وفي أسفل هذا الخبر: الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال إلى إعادة بناء غرفتين مدرسيتين هدمهما في تجمع أبو نوار. وتناولت أيضا صحيفة الحياة خبر عن الأمم المتحدة: أزمة الكهرباء تصل بغزة إلى حافة الكارثة. وعلى رأس الصفحة كتبت في الزاوية اليمنى غوتريش: التوافق الدولي حول حال الدولتين ضروري جدا في هذا الوقت الصعب. ومن الصفحة الأولى إلى صفحة 15 عند مقال لافت للكاتب باسم برهوم تحت عنوان: فلسفة الصبر، حياة رئيس تروي قضية شعب. وفي متنه: تلفزيون فلسطين: واعتبارا من يوم الجمعة المقبل 9 من شباط فبراير الجاري سيبدأ ببث سلسلة حلقات وثائقية تتناول حياة وسيرة الرئيس محمود عباس أبو مازن الكفاحية تحت عنوان فلسفة الصبر. بحكم عملي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أتيح لي أن أشاهد سلسلة الحلقات هذه قبل بثها، لذلك وقبل أن أسجل بعض انطباعاتي فإنني أدعو الجميع فلسطينيين وعربا إلى مشاهدة هذه السلسلة، خاصة الأجيال الشابة. أولا ومن الناحية المهنية فهي مشغولة بحرفية عالية، وثانيا لأن من يشاهدها سيتعرف على مسيرة الرئيس الحكيم والشجاع ومن خلال حياته التي تروي قضية الشعب الفلسطيني بطريقة عميقة وموضوعية في آن واحد، سيطلع المشاهد على أبعاد أخرى للقضية الفلسطينية. وبعيدا عن التفاصيل التي سأتركها للمشاهد، فإنني شاهدت تجربة وطنية غنية مختلفة بما فيها من بعد بصيرة وحنكة، ومن بين ما اكتشفت كم أن الرئيس أبو مازن عميق المعرفة بطبيعة الصراع مع الصهيونية العالمية ومع إسرائيل، وكما هو عميق المعرفة بالداخل الإسرائيلي بكل ما فيه من تفاصيل. وهذه المعرفة التي تستند إلى عمق التجربة الشخصية والتراكم الأكاديمي المتواصل لتمتد إلى إدراك السياسة الدولية، خصوصا ما يتعلق منها بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وأنهى الكاتب: فلسفة الصبر لا تعني بالنسبة للرئيس أبو مازن الاستسلام للواقع واختيار الانتظار، بل هي تعني التمهل في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، فهو المدرك لطبيعة الصراع ولميزان القوى، ويرى أن أي قرار لا يتخذ في محله وفي وقته المناسب سيكلف الشعب الفلسطيني الكثير وسيشكل إنجازا للعدو الذي يتربص بوجودنا برمته. فلسفة الصبر بهذا المعنى هي تعبير عن الحكمة التي ميزت مسيرة الرئيس الكفاحية من بداياتها وحتى هذه اللحظة التي يواجه بها قرار رئيس الدولة الأعظم والأكبر، قرار ترامب وسياسته، ويؤكد أن المرونة شيء والمس بالثوابت والحقوق شيء آخر، هي خط أحمر يمنع الاقتراب منه. أنا شخصيا دهشت ليس بسلسلة الحلقات ولكن في مضمونها، والذي يجعل المشاهد يعيد قراءة التاريخ بعين واعية، لأن السلسلة تتحدث عن شخصية هي الأكثر إدراكا لطبيعة وماهية الصراع ولطبيعة وماهية العدو، إنه الرئيس أبو مازن. ومن صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة القدس، حيث أبرزت على صفحتها الأولى: إضراب شامل في قطاع غزة ووقف استيراد البضائع احتجاجا على الانهيار الاقتصادي. وفي جانب هذا الخبر خبر آخر تناولته صحيفة القدس لهذا اليوم: إسرائيل مستعدة لأن تكون أهل الأحياء المكتظة بالسكان الفلسطينيين جزءا من القدس الفلسطينية، وصفقة القرن بين سعي واشنطن لفرضها وفرص الرفض الفلسطيني. وفي أسفل هذا الخبر: التراجع الحاد في وول ستريت يطال أسواق العالم.
وأيضا عدو كنيست يدعو إلى إغلاق الشوارع أمام الفلسطينيين. وعلى رأس الصفحة في صحيفة القدس في الزاوية اليسرى، هناك اتفاق الائتلاف الحكومي الألماني ينتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية. نبقى معكم مشاهدين الأعزاء ونستكمل جولتنا في صحيفة الأيام ومن أهم العناوين. تصدرت الصحيفة خبر عاجل، شهيد 70 جريحا خلال اقتحام الاحتلال لنابلس. وأيضا تناولت صحيفة الأيام من قناة عبرية، ترامب يرفض مقترحا إسرائيليا بنقل أموال الأنروا المجمدة لقطاع غزة. وفي أسفل هذا الخبر، توصيات الشرطة الإسرائيلية بشأن التحقيقات مع نتنياهو تصدر الأسبوع المقبل. وعلى رأس الصفحة في صحيفة الأيام في الزاوية اليمنى بالتحديد، الرئيس يستقبل المبعوث الياباني لعمليات السلام. متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الحدث الأبرز. ظلت القدس قبلة للأحرار من الشباب العربي والمسلم الملتزم بقضايا أمته العادلة. القدس هي العنوان وهي محور الاهتمام بالنسبة للشباب، وهذا ما أكده أمس مؤتمر الشباب الإسلامي الذي عقد في رام الله هنا على مرمى حجر من المدينة المقدسة. مشاركة واسعة وعلى مستوى عال عكست حجم الاهتمام الكبير بقضية العرب والمسلمين الأولى، ونجاح آخر يسجل للقائمين على هذا الحدث الذي رعته القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمود السقا، مدير وحدة الإعلام في المجلس الأعلى للشباب والرياض. أهلا وسهلا بك سيد محمود. أهلا بكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. وتحياتنا لك أستاذ محمود. ما أهمية إقامة هذا المؤتمر والتجمع الكبير في فلسطين؟ يعني هي رسالة واضحة تماما بأن القدس تعيش في نفوس وفي خلجات وفي قلوب وفي أفئدة وداخل كل المحيط العربي والإسلامي. القدس هي درة التاج في المدن العالمية، ولذلك فإنها استحقت أن تكون عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018، وهذا يعني حقيقة هو إنجاز رفيع الشأن ورفيع المستوى، ويعني يستحق المبادرون إليه والقائمون عليه التحية والتقدير، نظرا لأن الشباب الفلسطيني معني بأن يروج ما الذي لديه وماذا يمكن أن يفعله، وكيف أنه بثباته وبصموده وبتحديه وبأنفته وبشجاعته يقف بالفعل دفاعا عن المقدسة. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال وقفته البطولية التي حالت دون أن يكون هناك إجراءات احتلالية تعسفية عندما عمدت حكومة الاحتلال إلى نصب بوابات إلكترونية على الحرم القدسي الشريف. نعم، لنقول أيضا ما أهمية إعلان القدس عاصمة للشباب الإسلامي؟ نعم، يعني بالفعل هذه التسمية استحقها الشباب الفلسطيني، وهي مكافأة لهذا الشباب عن الدور البطولي وعن التضحيات الجسام التي يرسخها ومن فك يرسخها في كل يوم. كيف يمكن استثمار هذا المؤتمر في مواجهة الأخطار التي تتعرض لها المدينة المقدسة؟ يا سيدتي، يعني لمجرد أن تمت الاحتفالية على هذا النحو من النجاح والتميز والتفاعل الشعبي والجماهيري والعربي والإسلامي، وحتى أن هناك وفدا من الجبل الأسود حرص أن يكون موجودا في هذه الاحتفالية، يعتبر شيء عظيم الشأن وعظيم القيمة. نعم. عدا عن ذلك بأن هنالك عام كامل هو 2018 سوف يكون هنالك العديد من الأنشطة، العديد من الفعاليات، العديد من الأحداث. كل هذه الفعاليات والأنشطة سوف تصب في قنوات وفي روافد وفي مصلحة الشباب الفلسطيني. تصوري بأن هنالك ورشات عمل سوف تقام في تركيا. نعم. هنالك ورشات مماثلة سوف تقام في بلجيكا. هنالك ورشات عمل سوف تقام في تركيا في كندا. نعم. كل هذه الأمور يعني تصب في خدمة الشباب الفلسطيني. نعم. والترويج له والترويج في المدينة المقدسة كعاصمة. نعم. للشباب الإسلامي. نعم أستاذ محمود، كيف يمكن
للقدس أن تكون وجهة صحيحة للطاقات العربية والإسلامية الشابة بدلا من الزج بهؤلاء الشباب في صراعات الطائفية المنتشرة في منطقتنا كما يجري اليوم للأسف. يا سيدتي الشباب الفلسطيني هو شباب موحد سواء كان مسلما أو مسيحيا في المدينة المقدسة وغير المدينة المقدسة. نعم. أنت شوفي كيف أن القرآن الكريم تعانق مع الإنجيل في صورة مشرقة وفي صورة زاهية وفي صورة يعني نقلها العالم عندما يعني أراد الاحتلال سوءا بالحرم القدسي الشريف وأراد أن ينصب بوابته اللا أخلاقية واللا مسؤولة. كيف أن المسيحي وكيف أن المسلم يعني وقف كتفا لكتف من أجل الدفاع عن القدس وعن عروبتها وعن إفلاتيتها وعن مسيحيتها. وهذه بتقديري أعظم رسالة للشباب المسلم وغير المسلم لأننا هنا في هذه الأرض الطيبة في هذه الأرض المباركة متحدون. نعم. وأننا على قلب رجل واحد. نعم، بعد ذكرك لموضوع الأرض المباركة بالطبع كيف سينعكس هذا المؤتمر إيجابيا على الشباب الفلسطيني؟ أنا أقول لمجرد أن هنالك تواصل يعني تصوري بأن هنالك مندوبين. نعم. عن 27 دولة، بأن هنالك 14 وزيرا للشباب والرياضة، بأن هنالك مندوبون مثلا المغرب ابتعثت بوزير أوقافها مندوبا عن جلالة الملك. هذا التواصل وهذا التفاعل هو يعني هو كل ما يتمناه، هو كل ما يطلبه الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني معني بأن يكون هنالك من يتواصل معه، معني بأن يكون هنالك بأن تكون هنالك وفود تطلع على إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا أخلاقية ولا مسؤولية. أنا قبل قليل كنت على اتصال مباشر مع الوفود التي دخلت إلى المدينة المقدسة وكيف أنهم كانوا يطرحون شوكا مثل هذه الزيارات، مثل هذا التواصل هو يعني غاية المنى بالنسبة للشباب الفلسطيني. هو ما يتطلع إليه، هو ما ينظر إليه، وقد تحقق يعني الحمد لله بفضل القائمين على هذه الاحتفالية والقائمين على القدس عاصمة للشباب الإسلامي. نعم أستاذ محمود، يعني كما ذكرت أنت قبل قليل بظل بمواجهة هذه الانتهاكات والمزاعم الخارجية المحدقة بالقدس الشرقية، هل برأيك أنها ستواجه مزاعم الاحتلال وقرارات ترامب الأخيرة؟ يا سيدتي يعني بالأمس يعني استشهد أنا بالاستهلال الطيب بدأ به فخامة السيد الرئيس عندما أمسك بقلمه وقال هذا القلم هو الوحيد الذي يوقع أو لا يوقع. فهذا يعني ترامب يقول ما يشاء، لكن الشباب الفلسطيني يرد على ترامب ويرد على غير ترامب عندما يتعلق الأمر بالقدس وعندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. نعم. شبابنا يراهن عليهم، شبابنا والحمد لله هم كما الأسود الهصورة، فيدافعون عن قضيتهم، يدافعون عن مدينتهم، يدافعون عن مقدساتهم، كل المقدسات سواء كانت إسلامية أو مسيحية. نعم، أشكرك أستاذ محمود السقا مدير وحدة الإعلام في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أشكرك على انضمامك في برنامج متن الخبر. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في القسم الأخير من برنامج متن الخبر، حيث سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية، ونبدأ من الصحف الأردنية والمزيد من الأخبار والعناوين ستأخذنا الزميلة أروى حماد من هناك. جولتنا في الصحف الأردنية نبدأها مع عناوين صحيفة الدستور. الأردنيون يحيون اليوم ذكرى الوفاء والبيعة. 150 ألف برميل يوميا للأردن من أنبوب نفط العراق، وبطريرك المدينة المقدسة يجدد البيعة لصاحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس. وفي الشأن الفلسطيني، الاحتلال يغتال أحمد جرار بعد مطاردة استمرت شهرا، وغوتيريس يدعو الأسرة الدولية إلى العطاء بسخاء للأونروا. وفي العناوين أيضا، الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في سوريا بشكل فوري، وأردوغان على القوات الأمريكية أن تغادر منبج. جولتنا الثانية مع صحيفة الرأي، يوم الوفاء للحسين والبيعة لعبد الله.
السفارة الأمريكية تؤكد التزام بلادها بمساعدة الأردن. الاحتلال يغتال جرار بعد شهر من المطاردة وشهيد وثلاثين إصابة بالرصاص الحي بمواجهات في نابلس. وفي العناوين العربية والدولية، قتلى بقصف الغوطة وإدلب ودعوات أممية لوقف النار، غموض حول مصير رئيس جنوب إفريقيا. ومحطتنا الأخيرة مع عناوين صحيفة الغد، الأردن يفرض على إسرائيل المعاملة بالمثل في ترتيبات السفارة، واشنطن تجدد التزامها باستقرار الأردن وأمنه، الحكومة الفلسطينية تدرس وقف التعامل بالعملة الإسرائيلية. وفي العناوين أيضا، القوات اليمنية تستعيد مدينة من الحوثيين في محافظة الحديدة، والكيماوي السوري يفاقم الخلاف الأمريكي الروسي. وفي خبر أخير، وارسو ترفض استقبال وزير التعليم الإسرائيلي لاتهامه بولندا بجرائم النازية. لبرنامج متن الخبر، أروى حماد. شكرا للزميلة أروى، وجولة أخرى في الصحف المصرية والمزيد من الأخبار والعناوين مع الزميلة نجوى يونس. أهلا بكم إلى أبرز ما تناولته الصحف المصرية. الرئيس المصري في الإمارات يعقد جلسة مباحثات مع حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي. السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، اتفاق على التصدي بحزم لظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف. السيسي وبن زايد يتناولان العشاء ويتجولان في مركز تجاري بأبو ظبي. الحكومة المصرية تعلن استعدادها للتعاون مع حوض النيل، كهرباء مصر والسودان وأثيوبيا شبكة واحدة، إنشاء أول محطة توليد بالشرق الأوسط من المحطات المائية. وزير الكهرباء: مزرعة بنبان ستصبح أكبر محطة شمسية في العالم تساهم في توفير الطاقة. تأثرا بموجة الهبوط العالمية، البورصة المصرية تتراجع بنحو 15 مليار جنيه وتوقعات بعودة المؤشرات لطبيعتها. أسواق الذهب تنتعش من جديد بعد موجة الهبوط في البورصات العالمية. تغيير اسم شارع سليم الأول لأنه مستعمر لمصر. الشارع يعد من أكبر الشوارع المصرية وأشهرها، إلا أن أحد أساتذة التاريخ المعاصر تقدم بما يفيد أن سليم الأول كان أول مستعمر لمصر، فلماذا يكافئ بوضع اسمه بهذه المكانة؟ لا طعون ولا استبعاد في سباق الرئاسة المصرية، هذا ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات. إشادة إيطالية بجهود مصر في قضية مقتل ريجيني. القاهرة تستضيف المؤتمر الثالث لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل. المؤتمر بصدد إنشاء وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. الجيش اللبناني يرفض بناء الجدار الإسرائيلي على الحدود، وحماس وتل أبيب تستبعدان اندلاع حرب في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال أحد قادة الجناح العسكري لحماس. طفلة تهدد الاحتلال. جانا جهاد من قرية النبي صالح بالضفة الغربية، تصفها حكومة الاحتلال بالخطر الأمني على كيانه. أما جانا ابنة 10 أعوام تصف نفسها بأصغر صحفية في العالم. والآن إليكم هذا الخبر الطريف في نهاية تلك الجولة. الأستراليات الأكثر تقبلا للمعاكسات والمصريات أقل. دراسة طريفة حول طريقة رد فعل النساء حول العالم تجاه المغازلة من الطرف الآخر. الدراسة أكدت أن المصريات لا يتقبلن المغازلة ولا صفارات الإعجاب. الدراسة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية. دمتم بخير، نجوى يونس، القاهرة. شكرا للزميلة نجوى، وجولة أخيرة من لبنان، والمزيد من الأحداث والأخبار أيضا ستأخذنا الزميلة زينة عبد الصمد من هناك. نسهل قراءتنا لعناوين الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت اليوم مع اللواء: غسيل قلوب في بعبدة، مواجهة الجدار الإسمنتي والتعدي على البلوك 9، أزمة المرسوم عالقة وعقد استثنائي لإقرار الموازنة، وساترفيلد في بيروت شهيد وعشرة الجرحى في مواجهات الضفة، أحمد جرار شهيدا بعد استنزاف الاحتلال. وإلى المستقبل، ثاني محطاتنا من لبنان: اتفاق على إجراءات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية، لقاء مثمر في بعبدة، الوفاق الوطني. ونختم جولتنا على الصحف اللبنانية مع البناء: تصعيد يطال بقذائفه
دمشق والجيش السوري يرفع وتيرة العمليات في الغوطة، تقدم متواصل في جبهات إدلب ومراوحة في جبهات عفرينة، لقاء بعد فك الاشتباك بين العلاقات الرئاسية والأحزاب والطوائف، شهيد 42 إصابة بمواجهات الليل مع الاحتلال خلال اقتحام نابلس، أيقونة فلسطين أحمد نصر جرار مقاوم حتى الشهادة. لبرنامج متن الخبر، زين عبد الصمد. شكرا للزميلة زينة، وأشكركم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومقالات وعناوين أيضا جديدة، في أمان الله.